لبنين قهوة بتصنيف قهوة ورقبية قهوة وتنويش قهوة لبريك قهوة والشربة قهوة الحور قهوة كافتاجي قهوة الحلو قهوة والزيت قهوة في حلقة جديدة من شهوة رمضان. شهوة رمضان اليوم شنو في السالي وشنو في السكري؟ اما قبل هذا الكل ما جيتش دي فارغة، شوف شنو جبت معايا. ها الكافيتير العجيبة متاعي، اللي يتبعوا شهوة صبية يعرفوني قديش نحبها ونموت عليها. اليوم قهوتي في السهرية باش نعملها بهيفي راس ورويس. اما في الشهوات شنو عنا؟ الشهوة المالحة. انا اليوم شهية لازانيا، واللازانيا متاع تنويشه حاجه اخرى. لازمني نعطيكم الرسات مفسره حاضره باش. وشنو اخر في السكري؟ في السكري سيدك يا بن سيدك قلت نعمل جواجم بنين فرشكين بالياغورت والكويستو والغله والجو. يلا نبداو. يلا هات نعملوا لازانيا بنينه مشخشخه من ايديات تنويشه تعمل الكيف، باش نوريكم كيفاش نعملوا بولونيز تكون بنينه ومشخشخه اي سورتو سهله، فيها سراوه وفيها روح ونفس والدنيا هذيك الكل. اما زيدا فما حاجه اخرى اللي هما لي زيبيس اللي باش نحطوهم، وشنو اللي نحطوه في وسط البولونيز، كيفاش لا تيكستور نتاعها وكيفاش لا كونسيستانس نتاعها باش تجيكم باهيه والكل. دونك اليوم باش نشوفوها مع بعضنا وباش نعطيكم لي زيتاب الكل باش تجيكم لازانيا هكا بالبني. هات هنا شنو عنا؟ عنا شويه لحم مفروم، عنا شويه بصل، عنا شويه سفنيريا مقصوصه كلي رابي والكل، وهنا عنا شويه ثوم. بيان سور باش نعمل البازيليك على خاطر يفوحها على الاخر. بي هات نبداو. هنا عنا الطنجره نتاعنا، هات نحطوها في الوسط كي باش تشوفوها نتوما الكل. نحطوا فيها شويه زيت زيتونه، نحطوا فيها شويه بصل، شويه ثوم، شويه سفنيريا مقدار كعبه. السفنيريا هذه هي اللي باش تخلي تعطينا كالحلاوه هكا فيها شويه، والبولونيز اون جينيرال تجي خفيفه ما تجيش ياسر قويه، الصوص بولونيز تجي خفيفه على الاخر. بي دونك هذوما تويكه باش نسوتيهم فوق النار، ومن بعد باش نحطوا اللحم نتاعنا. حطينا توا كاللحم مفروم وتويكه باش نفوقوا. دونك عندنا هوني شويه ملح، شويه فلفل، كركم وفلفل احمر. شو باش نزيدهم اخر؟ نحطهم شويه ماء كالعاده باش تجيني اليوم داشي نتاعي فاركه. فوالا هوني اش باش نعمل؟ عندي طماطم معجونه نتاع صبره، دونك شنو باش ناخذ؟ باش ناخذ مغرفه صغيره نحطوها في وسط الصوص نتاعنا، باش نخليوها توا تشتش شويه، ومن بعد باش نستعملوا الطماطم المدشه نتاع صبره اللي ديجا هي مفوحه بالبازيليك ومفوحه بالثوم. تشتشت شيك الطنجره نتاعنا توا كيما قلت لكم، باش نزيدوا فيها الطماطم نتاع صبره المدشه، ما نمرقوهاش برشا، جوست انا هوني باش نعمل هكا ونحط نعمل هكا ونكمل نحط هوني. شنجي ناخو شويه بازيليك الحبق شرقدق ونحطو زيد يفوح على الاخر. هات نتعداو توا للصوص بشاميل. شنو باش نحطو فيها؟ كيف العاده عندي الفرينه، والمره هذه باش نستعمل جديده بالويل دوليف باسكو باش نعملو لازانيا وكل شيء. دونك قلت المره هذه خلينا نستعملو جديده اللي بالويل دوليف بزيت الزيتونه. يلا نحطو مقدار 40 غرام جديده ويل دوليف، باش نحطو معاها 3 مغارف كبار فرينه. راهو البشاميل لازم منها في اللازان. دونك هذوما زوج باش نحطوهم توا فوق النار حتىكش يعملوا اون بات. في المرحله هذه باش نبعدوها من فوق النار وباش نزيدوها
500 ملليلتر حليب لازم يكون بارد. دخلتوها بعيد على الغاز وبعد كده باش نرجعها فوق الغاز. انا هوني فرد مره باش نفوحها، عندي شويه نود موسكات باش نحط نكته شويه بركه باش نفوحوها وكها. ونجي هوني عندي لا كريم ايمونتال نتاع بريزيدون، هي اللي باش تزيد بناني البشاميل نتاعي. باش نحطوا منها شويه خط الاخر باش نستحقوا له في المونتاج نتاع اللازانيا نتاعنا. نحركوا تويكه بالكدي حتى كشي تعقد البشاميل نتاعنا ويولي عندنا صوص بولونيز حاضره والبشاميل نتاعنا حاضره، ونبداو من بعد في المونتاج نتاع اللازانيا. هي التويكه نبداو ونحضروا اللازانيا نتاعنا. باش نحطوا فرشه زيت زيتونه من الاول، يا انا يا انت. طب يلا باش نعملوا هكا، باش الفرشه الاولى نتاع اللازانيا ما تشدنيش. نجي هوني هكا ونعمل نحط اللازانيا نتاعي. نجي وباش نحطوا الفرشه الاولى نتاع البولونيز. شفتوها قد ايه سهله؟ قلت لكم تبعوني تربحوني، ما نخليوهيش عاقده ياسر. الصوص لازمها تكون جاريه شويه باش هكيكا اكل لازانيا تطيب، الاوراق نتاع اللازانيا يطيبوا في وسط الصوص. هذه الفرشه الاولى. من بعد شنو باش نحطوا هوني؟ باش نزيد نحط، ما قلت لكم خليت شويه ايمونتال. فوالا نجي نحط شويه. اسمع سر اللازانيا، الصوص البنينه والفرماج. هوني عندي بريزيدون فرماج غابي نتاع بريزيدون فوندون، باش نزيد نحط شويه. وهنايا عندي شويه بيستو، باش نجي ونحط شويه بيستو مع يبنن على الاخر على الاخر على الاخر. زيد باه نزيدوها هوني شويه بشاميل. بشاميل ما نحطش برشا، انا راني في وسط اللازانيا جست نحط في الاخر بالكل. باه تويكا باش نزيدو الكوش الثانيه ونعاودو نعملو نفس الحكايه. تويكا الكوش الاخرانيه بالكل باش نحطو البشاميل نتاعنا، باش نحطو صوص بولونيز. كان قعدت لكم هاكا غدوه تولي مقرونه بولونيز. تويكا اللي قعد لي من الفرماج غابي هذايا نتاع بريزيدون باش نحطو من فوق باش يعطينا كالغراتيناج اللي مزيان. المره الجايه نوريكم كيفاش تعملوا البات نتاع اللازانيا وحدكم في الدار، ساهله على الاخر. بون هكا بلو براتيك كي تشريها حاضره وكل شيء، اما زيده كي تعملها هكا في الدار بنا عالميه. دونك هوني توا كملنا اللازانيا نتاعنا، عملنا المونتاج الكل، حطينا لي زانغريديون الكل، شخشخناها بالفرماج، عبيناها بالصوص، عملنا البشاميل، حطينا كل شيء. دونك توا باش نخليوها تطيب في الفور، لنا باش نغطيو عليها لحتى شيء باش تطيب على 180 درجه الفوق ولوطه. دونك نحطوها في وسط الفور تقعد 30 35 دقيقه. فوالا دونك توا باش نهزوها ونرجع لكم بعد 35 دقيقه. باش نعمل انا توا؟ باش نمشي نرجع كاللازانيا نتاعي في الفور باش تقعد كي سخونه تشره، وانا توا باش نتعدى للشهوه نتاعي السكري اللي باش ناكلها في السهري. شقان الفطر بدا يجي، الهواء بدا يتيح، اما شنو لازمني نعمل حاجه باش كي نربح شويه وقت وباش نضيع الوقت حتى يجي شقان الفطر. بس كل لازانيا صحيح حضرناها، الشوربه نتاع البارح. دونك هات نعملوا حاجه ديسير وشهوه بنينه على الاخر وفرشوكي سورتو. شنو باش نعملوا؟ باش نعملوا جويجم. عندي شويه بسكوت، شويه فيك، شويه غل، شويه هكا. دونك قلت علاش ما نعملوش جويجم على طريقه شكون؟ على طريقه التنويشه. يلا بيه هات نقصوا شويه نتاع الفخيز نتاعنا. اول حاجه باش نعملوا سلاد دو فروي بالغله اللي عندنا. دونك هوني عندي شويه فخيز تمر، عندي كيوي، دونك خليني نعمل بيه السلطه الغله. باش نبدا بها هي تفرشكني كمان نتعديو توا للكيوي. هوني شوف عندي شويه مونت، باش نزيد نحط فيه مونت زيد يبنن على الاخر. عطيني الكيوي، وهذا الكيوي تحسها سلاد اكزوتيك. نقصها البناء، من نشري بناء دي مغالي، ما نشريوش بناء. هيا وهذه الدقلة زدناها للسلاد دو فخوي نتاعنا. بس باش نحط شويه سكر غلاس كهو باش يسيبك اللحود الكل، لي فخوي الكل يسيبوا الجو نتاعهم. به هيك توا نحضروا الياغورت نتاع الجويجم نتاعنا. فوالا باش
باش نحضرهم من توا ونخليهم في الفريجيدير يبردوا. بي هنا عندنا كعبتين ياغورت ناتور باش نزيدوهم شويه سكر توش برشا سكر. وهوني باش تجينا لا تيكستور كريموز والكل باش ناخذوا طابع بريزيدون لو كويستو الازرق. نزيدو طاب في البريباراسيون هذوما الكل توا باش نعمل لهم ضربه بالميكسور ومن بعد نعملوا البريزونطاسيون في الكوبيت نتاعنا. شنو باش نحطو توا؟ نحطو الكوش الاولانيه باش نحطوها. عندي شويه بسكوي باش نحطو هوني معاه الكسالات. علاش حطيت الكوش الاولانيه نتاع البسكوي؟ باش من بعد هكا الغله الكل تخرج الجو وك الجو هذاك يمشي في وسط البسكوي ويولي بنين على الاخر. توا باش نزيد الخلطة العجيبة اللي عملناها. باش نجي نحط فرشة أخرى بسكوي. نجمو هنا نزيدو نحطو شوية فيكيا. نحطو الغلة نزيدو فرشة أخرى تقعد في الأخر بالكل. هوني عندي شوية بيستاش نجم نحط البيستاش هكا من فوق. في بلاصة السكر تنجمو تحطو عسل راهو تولي هيلثي 100%. هنا نزيد ناخذ كعبات فريز هكايا ونحطوهم هكا. وهذه الجواجم نتاعنا مزيانه ولا مش مزيانه؟ مش قالكم في الجواجم نتاعي ناجحين ولا مش ناجحين؟ سهلين ولا مش سهلين؟ هذوما هما الشهاوي نتاعي اليوم. اما لازمكم تخليهم يبردوا شويه في الفريجيدير قبل الديغوستاسيون. دونك انا تو باش نحضرهم خليهم في الفريجيدير يبردوا ومن بعد في السهريه نبدا نتبنن المغرفه الاولى والمغرفه الثانيه والثالثه حتى تشوف الجو كله. ومنه سحور منه فطور منه كل شيء راه الخاطر بالحق فيه الدنيا الكل. دونك حطينا فيه الياغورت حطينا فيه الغله حطينا فيه البسكوي الفازات الكل. تنجموا حتى السكر اللي حطيناه تحطوا في بلاصته العسل وهكاكا تولي 100% هيلث. شو تقولوا تنويشه شبيها نهار كامل وهي تذكر فينا في شربين الماء؟ راهو سي تري امبورطون. انا نحب نذكركم هاوكا باش نتوما ترويو رويحكم بعد شقان الفطر. وتوا ما ننسيوش زيد قهوه هذيك نتاع السهريه البنينه كيف الكافيتير شفتوا هذيك اللي وريت لكم الاول بالكل راس ورويس كافيتير راس ورويس تعمل الكيف هاي العجيبه هذيا. دونك جوست نحط هنايا الماء نتاع صافيا ومن بعد نحط فيها القهوه ومن بعديك نحط الفنجان نسكرها ونحط الفنجان نتاعي نحطها فوق النار وهي تقعد هكايا كالفونتين تعمل لي في القهوه هكا من هوني ومن هوني ومن هوني. ومن بعديك يجيوني زوز كيسين يعملوا الكيف. ما تنساوش من بعد في الاخر بالكل رشه زهر هذيك باش تزيد تبنن القهوه نتاعك. شهوات تنويشه فرحانه بهم انا اليوم. اللازانيا نتاعي فرشكه تعمل الكيف. الجواجم نتاعي بالفاسون نتاعي انا طريقه التنويشه يعملوا 66 كيف ومعاهم زيد دبوسه البوقة ودبوسه الصافيه البلار. ما ننساوش باش نرويو رواحنا بعد شقان الفطر نشربوا برشا 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 ما. والبوقة شبيها البوقة ترى البوقة شبيها البوقة هي المساند الرسمي للماكله التونسيه البنينه سورتو الماكله نتاع تنويشه. بيان سور كان فاتتكم الحلقه وين باش تلقاوها؟ باش تلقاوها مفسره تعمل 66 كيف على شين يوتيوب تنويشه والا نسمه كويزين. كان جربتو ما تنساوش تبعثوا لي تصاور تبعثوا لي الميساجات نتاعكم تبعثوا لي لي كومونتير. كان عندكم ديزاستوس كان عندكم فازيت والكل شيء هذوكم الكل بحاسيلو تلقاوني اكتيف على انستغرام والفيسبوك تنويشه. انا نشوفكم غدوه في شهوات جدد شهوه مالحه وشهوه سكري. غدوة نفس التوقيت الأربعة متاع العشية تنويشة. بوسكم برشا شهية طيبة يا دمى البريك أهوى والشربة أهوى الحور أهوى كافتاجي أهوى الحلو أهوى والزيت أهوى.